استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الذي حمل كل الخير للمواطن لا زال معطاء بكل ما يحقق لهذا الوطن ومواطني التطلعات على صعيد الاستمرار في تطوير الخدمات بمفهومها الشامل الذي يطال الشأن الإسكاني والصحي والاجتماعي والاقتصادي. وأكد سموهما بأن معطيات الحاضر تجعل الجميع ينظرون للمستقبل بالتفاؤل وذلك سيكون باعثا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل الوطن وازدهاره. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد أن الحكومة تعتز بما تتميز به مناطق المملكة من عراقة تراثية مرتبطة بتاريخ البحرين وحضارتها، مشيرين سموهما إلى الاستمرار في تبني المبادرات التي تكفل ترسيخ الهوية الوطنية في مختلف المناطق في مملكة البحرين.